طبعا. بس من ضمن برضو المؤسسات التابعة للشركة المتحدة هي جريدة الوطن، حضرتك طبعا بتنتمي إليها ومدير تحريرها. طبعا عايزة أقول لك كل سنة وحضرتك طيب وكل العاملين في جريدة الوطن بألف خير. الوطن تحتفل بعيدها السنوي الحداشر بحضور عمرو الفقي وحسام صالح، احتفلت امبارح الجريدة طبعا بمرور الذكرى الحداشر على تأسيسها اللي تأسست في 2012 بحضور عمرو الفقي رئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس حسام صالح رئيس التنفيذي للأعمال بالشركة، وعدد كبير من قيادات الوطن وكتيبة الصحفيين وجميع العاملين بيها. وافتتح الحفل الدكتور محمود مسلم، هو رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن وأيضا رئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وذكريات ورحلة عمر للعاملين داخل هذه الجريدة اللي عايزة أقول برضو وأشير إلى أنه كان ليها دور وطني مهم في مرحلة فارقة في تاريخ الوطن، وشفنا جزء من هذا الدور في مسلسل الاختيار. طبعا مش كده؟ طبعا. يمكن امبارح كان يوم مختلف، احنا في الايام الاخيرة بنعيش اجواء احتفالية في الوطن. صور اهي من الاحتفال طبعا بنشوفها على الشاشة. طبعا كان امبارح شرفنا استاذ عمرو الفقي والمهندس حسام صالح، وكان يوم احتفالي من الدرجة الاولى، يوم كلنا تذكرنا فيه الحداشر سنة اللي فاتت ايه اللي حصل فيها، زي الوطن اللي صدر في توقيت مهم جدا ما بين 2011 و2013 بين ثورتي يناير ويونيو، ازاي الوطن قدر يفرض نفسه، ازاي بقى رقم كبير، ازاي بقى مؤثر وبقى هو صاحب الكلمة في 30 يونيو واللي حصل فيها، ازاي كان الانطلاق لمؤتمر تمرد في الصورة الشهيرة اللي موجود فيها محمود بدر ومحمد عبد العزيز والاستاذ مجدي والدكتور محمود مسلم وباقي الزملاء. كان الانطلاق من عندنا، حتى الدكتور محمود مسلم امبارح قال ان احنا وقتها اتقال له ان احنا هنتهاجم، الشباب بتوع التمرد قالوا احنا ممكن نتهاجم، ممكن هجمت بالفعل الجريده وقتها، هجمت مره واثنين. انا كنت يعني انا كنت من العاملين في جريده الوطن طبعا. وحضرت احداث لما جماعة الإخوان هجمت على الجريدة، أنا شفت يعني الجورنال الأحداث دي ولع مرة وتهاجم مرة. كنا كل يوم جمعة كده بعد إحنا ما نصلي كل الزملاء يصلوا نلاقي في زفة حاصلة بيشتمونا بالاسم، وحتى صحيح. إن مجدي الجلاد محافظ القاب ومحمود مسلم اتحطوا على قوائم الاغتيال أكتر من مرة. فبقول لك الأستاذ مسلم إمبارح قال إنه شباب تمرد قالوا إزاي إحنا ممكن صعب إن إحنا نيجي وممكن نتمنع وممكن يحصل أزمة في الشارع ومحدش يخلينا. فمحمود مسلم قال لهم إحنا هنعمل المؤتمر ده وإحنا شركاء معاكم حتى لو عملناه في الشارع. إمبارح تذكرنا ال 11 سنة اللي فاتوا، تذكرنا شغلنا الكبير اللي كان فارض اسمه. إمبارح المهندس حسام وقبله الأستاذ عمرو الفقي اتكلموا عن 11 سنة وطن، اتكلموا عن الأرقام اللي حققتها الوطن، لغة الأرقام هي الفيصل، التركيز على الأداء المهني الثابت صحيح. الراقي الذي يليق بالشركة المتحدة، انه هو ده الأساس اللي احنا شغالين عليه، المواطن وتقديم خدمات له هو ده اللي احنا شغالين عليه، الثبات في الشغل والتركيز على المهنية والمصداقية هو الأساس، فتح محاور جديدة للعمل الصحفي والعمل التلفزيوني من خلال تلفزيون الوطن، ده مهم جدا. أنا هستغل الفرصة، ويعني احنا عندنا زملاء افتقدناهم ويعني غيابهم الموت في السنوات الأخيرة، منهم الأستاذ محمود الكردوسي هذا العملاق الصحفي اللي رحل عن عالمنا في فبراير الماضي، كان هو واحد من مؤسسي هذا المكان. زميلنا شادي احمد ده كان موجود من مؤسسي الجورنال، كان في القسم الاقتصادي. زميلنا مجدي ابو الليل كان موجود في قسم الاخبار، والشاب الجميل حازم دياب اللي رحل شابا بعد معاناه مع السرطان، ربنا يرحم حازم وربنا يرحم الاستاذ الكردوسي وشادي ومجدي ويرحمهم جميعا. وتحيه كمان لكل زمايلنا اللي كانوا شغالين في الوطن وانتقلوا الى اماكن اخرى، وانت منهم يا ايه. شكرا. كنت معانا في الوطن، كنت شريكة في البدايات، والآن أنت مذيعة لك شأن
مهم في هذا المكان. شرف لي الانطلاق من جريدة كبيرة ومهمة ولها مصداقية عند القارئ المصري زي جريدة الوطن. كل سنة وانتم طيبين جميعا. طيب. بالتأكيد كل سنة جريدة الوطن طيبة. ومرة تانية برضو بنقول كل الشكر لكل زمايلنا في قطاع أخبار المتحدة، وبالتأكيد كلنا فخر ان احنا بننتمي لهذه المؤسسة الإعلامية الكبيرة جدا الحقيقة، اللي هي متنوعة فيها كل، بنتكلم في كل الوسائل الإعلامية الشركة المتحدة.